ونال صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله خلال مسيرته نال عددا من الاوسمه التقديريه من مختلف دول العالم نظرا للدور الكبير الذي لعبه الفقيد في اداره مؤسسات الدوله التنمويه والحيويه ان نجاحات مملكه البحرين على صعيد التنميه وغدره الشعب البحريني في بناء نموذج تنموي كان للمراه البحرينيه التاريخ الطويل من المشاركه الفاعله في العمل العام وخدمه الوطن وان مملكه البحرين افسحت المجال واسعا امام المراه ان لان تسهم وتبدع في بناء الوطن وتقدمه فاستحقت منا من تنال التقدير والاحترام